مع اقتراب الشهر الفضيل يعرف سوق التمور بالجملة في الدار البيضاء وبالضبط بمنطقة درب ميلا حراكا ونشاطا لافتا. بضاعة مستوردة ومحلية مصطفى على جنبات هذه المحلات التجارية، وتجار من مختلف المدن وجهاتهم ومقصدهم هذا السوق لبيع أو شراء مختلف أنواع التمور. السوق عندنا موسم يا خويا، عندنا مناسبة كنخدموها في شعبان ورمضان العواشر، المناسبة والثانية المناسبة ديال العيد الكبير، هو شي كامل السورد. الأغلبية كنستوردو الأغلبية التمر ديال تونس، كاين ديال العراق، كاين ديال مصر، كاين ديال الإمارات، هادشي اللي طلع ديال البلاد. عاوتاني موسمي، في الموسم ديالهم راه كيكونوا غير الموسم راه كيقضيو بهاد كنثمو بهاد الشمال. التمر المحلي بهذا السوق يعرف إقبالا كبيرا رغم قلته وموسميته، فهو على الأرجح لا يتعدى 3 أشهر ليحل مكانه التمر الإيراني والتونسي والعراقي. لكن تجار هذا السوق أصبحوا يشتكون من غلاء التمور المستوردة ولأسباب متعددة. وهاد العام راه شوية كاين الثمن، شوية الثمن، التمر ديال برا شوية غالي، كاين شوية كاين شوية الثمن. دوك الناس اللي كتصدر هي اللي دايرة شوية، هي اللي كتحكم في السوق. بينما نحن نتجول في هذا السوق صادفنا هذا الشيخ المولوع بجودة التمر المغربي، والذي اعتاد في كل مرة المجيء إلى هنا من أجل شراء حاجته من التمر دون أي اهتمام بارتفاع أو انخفاض الثمن ما دامت جودة التمور عالية. الفن ديال التمر في هذا السوق هذا، أنت كتشوف على عينيك تبارك الله، خيورات غام كبوبة ما عرفناش سبحان الله العادي، وهي كلها هي السلعة مغربية، وإني خير مولانا هذا الثمن ديال التمر، سلعة زوينة جمافو ما يدركش الثمن. التمر يعد في الثقافة المغربية من الضرورات على موائد الإفطار، كما يستعمل في تحضير مجموعة من الحلويات والمأكولات المغربية الأصيلة. فكما يقال، البيت الذي ليس به تمر فأهله جياع.